أصحاب السعادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي اليوم لنشهد إضافة وإنجازا جديدا للوزارة. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في حفل إطلاق الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، والتي تعد من الخطط الرئيسية لتنفيذ منظومة ومكونات النقل البري وجزءا مهما من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. بل هي خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مستخدمي الطريق، وتساهم أيضا في حفظ وسلامة الأرواح والممتلكات.